رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى، ورجعنا لموضوع يهم كل السيدات اللي قاعد يتابعونا، التصميم والديكور عالم مميز، وأصبح في وقتنا الحاضر وفي ظل التقدم التكنولوجي الواضح في بلدنا العربي، أصبح التصميم الداخلي من العوامل الجاذبة لشتى الأعمال، فأصبح الاهتمام بالديكور الداخلي ودراسة الديكور الداخلي بالأشياء المميزة في وقتنا الحالي، حيث أصبح من الواضح بروز دور التصميم الداخلي عما سبق في أوقاتنا السابقة. راح نتكلم أكثر عن التصميم الداخلي من خلال هذا اللقاء مع ضيفتي في هذه الفقرة، المهندسة شروق المسيليم، مهندسة معمارية. صباح الخير أستاذة شروق. صباح الخير أستاذة فاطمة. حياك الله معنا في شاي الضحى. وفي البداية ودنا نتكلم عن اهتمامك في موضوع التصميم الخاص بالديكورات. في البداية أحب أشكركم على الاستضافة. تصميم الديكور بلشت أول ما تخرجت من الجامعة، صار لي سنة متخرجة. نعم. وزاد أكثر اهتمامي بالتصميم والديكور فترة الكورونا. فترة كورونا ساعدني إني أستغل الوقت وأطور من نفسي. نعم. يعني خلال الفترة السابقة استغليتي إن تطورين هذه المهارات اللي عندك في حبك للديكور، كلمينا عن التجربة، شلون يعني بلش معاك الموضوع واستغليتي هذا الوقت واستثمرتي في إن تطلعين بشيء إيجابي؟ أول شيء سويت صفحة على الانستغرام. نعم. وحبيت أنزل مشاريع وأعمالي، وياني طلبات وايد، وحبيت إني أستغل هالشيء بقعدة البيت. نعم. والحمد لله. وخاصة يمكن أستاذة شروق لاحظتي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الكل أنه كان قاعد في البيت صار يهتم بتفاصيل صغيرة في ديكورات الصالة الغرف، ووايد ناس صارت عندهم مشاريع وخطط مستقبلية في أنهم يغيرون ديكورات البيت كنوع من التغيير، وحسوا شنو المهم وشنو المو مهم، لأن قعدنا وقت كبير في البيت وساعات كثيرة، فيمكن البعض لاحظ أن في شغلات غير مهمة وفي أشياء ممكن مهمة وإحنا ما كنا حاطينها في البيت. أود أتكلم معك أكثر عن فكرة التصميم عبر الأونلاين، والحين ما شاء الله كل شيء صار أونلاين حتى التصميم. فكرة التصميم أونلاين هي مهمة لي كمصممة، يوفر الوقت، ما في مجهود. طبعا بيئة البيت تساعد الواحد يبدع ويسترخي ويتأمل أكثر. وطبعا الحين صار صعب إن واحد يجمع أكثر من شغل، أكثر من وظيفتين كدوام. هذا وايد ساعدني إني أطور من نفسي بالبيت وأبدع أكثر. نعم. هل يعني مثلا المحيطين عندك في البيت خلال الفترة اللي طافت شجعوك على هذه الخطوة؟ اي طبعا شجعوني، اكيد دعموني بكل شيء. طبعا الحين نعم. حتى ببيتنا كنفسيا لازم الواحد يغير الديكور نفسيا، وقاعدين حضر، فهالشيء وايد شجعني. نعم. لأي حد ممكن ان الواحد يغير من الديكورات يعني كل ايش كثر؟ يعني الفترة اللي طافت احنا كنا قاعدين في البيت فترة طويلة، فيمكن البعض حتى حس بالملل انه خلاص بعد يعني بعد شهر شهرين احنا نبي نغير الديكور، فهل في فترة معينة في ان الواحد يقول خلال يعني كل يعني كم شهر الواحد يقول خلاص انا راح اغير ديكور البيت؟ هو يعتمد على الديكور نفسه. في ديكورات تكون مملة بسرعة، الواحد شهرين ثلاثة يمل. في ديكورات لا تطول، تقعد سنة، الواحد يبي يغير سنتين، على حسب الديكور والألوان، لأن الديكور والألوان تأثر على نفسية الشخص. يمكن الديكور يكون يعطي إحساس بكآبة إذا كانت ألوان غامجة، طبعا مو الكل. في ألوان الفاتحة تعطي بالراحة. هو يعتمد على الإضاءات وعلى الديكور أكثر شيء. نعم. هل أصبح من الضروري الاستعانة بالمصمم بعيدا عن الاعتماد على الأفكار الذاتية، أو مثلا أن أنا أشوف فكرة مثلا في بيت صديقتي أو مثلا بالأونلاين مواقع التواصل الاجتماعي وأروح وأطبقها على المساحة اللي عندي في البيت؟ هو مو غلط الواحد يختار الديكور، بس ما رح تكون بنفس كفاءة وجودة الشخص مختص.
من تناسق الالوان والاثاث، حتى المساحه تختلف. يمكن هذا يعجبك بس انت تبقينه ما تكون حلوه بالمساحه الموجوده حاليا، فهالشيء مو دائما ينجح، بالعكس يفشل. نعم، لان المختص يعرف اكثر المساحه وتوزيع الاثاث والحركه الداخليه للمكان. طبعا حتى الديكورات، يعني الواحد يكون عنده ميزانيه لازم يتجه للشخص مختص عشان ميزانيه. انا كمصمم اسال الزبون كم الميزانيه المتاحه واصمم اساسا. يمكن هو ما عنده خبره بالميزانيه ويروح يسوي اشياء ويكلفه وايد. نعم، قله الخبره. نعم، وممكن البعض ما يتجه لمصمم الديكور ويقول انه راح يوفر من ميزانيته، ولكن بالنهاية يشوف أنه هو قاعد يدفع مبالغ أكثر. لو ممكن صح، يروح من قلة لشخص الخبرة. نعم، في خطوات معينة ممكن الواحد يركز عليها في تصميم الديكور؟ يعني كمعمارية أهم شيء، أول شيء طبعا المساحة. ما يصير أنا أخذ شكل في يجي زبون يقول أنا بالشكل هذا، هي مو متاحة حق المساحة أو العنصر اللي هو قاعد يستخدم، غرفة النوم أو الصالة. فأهم شيء المساحة، إذا كان متاح أصمم لها الشيء ولا لا. وثاني شيء طبعا لازم الحالة الاجتماعية للشخص. أنا كمصمم عشان أنفذ لازم أعرف حالة اجتماعية، إذا كان متزوج، إذا كان عازب، إذا كان عنده عيال، لأن الديكور يختلف إذا كان طفل أو شاب أو متزوج. نعم، طبعا نراعي بالتصميم المسنين كبار السن. طبعا مصير أنا أسوي درج عالي أو أراعي إنه مستقبليا راح يكون في كبار السن. نعم، فالأشياء وايد مصممين يهملونها أو الأغلب صراحة. نعم، أنا من الأمور الإيجابية اللي لاحظتها الفترة اللي طافت إنه كثير من الأسر شعروا وحسوا بأهمية وجود مكان غرفة، سواء حديقة داخلية خاصة بالأطفال، مكان للعب. هذه المساحات يحتاجها الطفل حتى لو كان يطلع ويغير جو. أيضا هو محتاج داخل البيت في بيئة للمرح، وأيضا الألعاب هي مو بس للترفيه، والترفيه مهم بالنسبة للإنسان، لكن أيضا أنه هو يكتشف مهاراته، يكتشف هواياته من خلال ممارسة يعني كثير من الأمور في المساحة الخاصة فيه والمسموح أنه هو يتحرك فيها. لأنه مثلا أكيد في الصالة في ديكورات معينة تكون الأم تعبانة ويعني مدققة في اختيارها، فما تبي تكون في حركة في كل البيت. فهذه المساحة الخاصة في الطفل صارت جدا مهمة. إيش كثر تنصحين في هذه المساحة، خاصة أنها تكون داخلية متناسبة مع أجواءنا في الكويت؟ هو أهم شيء الديكور للطفل، لأنه هو يتعلم بعد ألوان، يتعلم أشياء، الديزاين يختلف. لازم صح زون الألعاب، الألوان تكون أكثر عشان يتعلم وعيونه تأخذ على الألوان. هالشيء صح فعلا. نعم، يعني كثير يعني الأسر يفكرون مثلا غرفة للأزياء، غرفة للميك اب، زوايا، لكن الطفل يعني مفروض هو الأساس في البيت، لأن هم عماد المستقبل، فإن احنا نوفر لهم بيئة مناسبة يعيشون فيها. ودنا نتكلم أيضا عن أكثر الأخطاء اللي يطيح فيها أصحاب البيوت لما يبون يختارون ويصممون ديكورات البيت. أكثر الأخطاء اللي واجهتني إن العميل ما يراعي إن الإضاءات من ضمن الديكور. نعم. يجيني بيت ذهب فيه الإضاءات وكل شيء، يبي ديكور. طبعا يختلف الإضاءات، في أماكن إضاءات لازم تكون عالية، إضاءات منخفضة. فهالشيء أكثر شيء واجهني المشكلة هذه. ثاني شيء طبعا العميل بيوفر فلوس، يروح حق شخص مو مختص بالديكور ينفذ كل شيء، مو حلو نفسيا، تناسق الألوان، توزيع الأثاث، بالتالي يعيد تنفيذها مرة ثانية. من البداية الواحد يروح عند شخص مختص أحسن شيء، يوفر له فلوس، كل شيء يكون متناسق أحسن شيء. نعم، فعلا الواحد لازم يروح حق ذوي الخبرة والناس المتخصصين في هذا المجال علشان يعطونهم النتيجة يعني المميزة. في النهاية الواحد يبي يكون متواجد داخل بيته وهو مرتاح، قاعد في مكان أيضا يناسب ذوقه. إيش كثر مهم أن العميل مع مصمم الديكور
يكون في ما بينهم نقطة التقاء في موضوع مثلا اختيار الألوان، لأن العميل بالنهاية له ذوق الخاص. صح. أول شيء أنا أسأل العميل إذا هو يبي ديزاين مودرن في كلاسيك، طبعا ديزاين مدارس، وألوان هو يحب، عشان أنا يوم أصمم لها شيء يكون هو مرتاح نفسيا، يحب اللون مثلا أزرق، يحب اللون الرمادي، فهذا أول شيء لازم قبل أصمم أناقش مع العميل إذا كان يبي ستايل معين، يبي فكرة جديدة يونيك، هالأشياء قبل التنفيذ. نعم، بالنسبة للأفكار، يعني أنا قمت ألاحظ الفترة اللي طافت ما يخص تصميم الديكور أن كثير من الأشخاص يصير عندهم شوي ربط ما بين ديكورات المحلات والمطاعم والكافيهات والديكورات الخاصة في البيت، أن هم اللي يشوفونه بالمحل، مثلا يدخلون محل أو كافيه ديكوره يكون وايد حلو ومميز، يبون يطبقونه داخل بيتهم في زوايا مثلا معينة أو غرفة كاملة. هل هذه يعني من النقاط المسموح فيها في عالم تصميم الديكور؟ هو مسموح، لان مثلا لو صار لو عندي ناس راح تيجي، فاي يمكن اسوي زوم معين كنا نفس استقبال ريسبشن، هي تصير وايد الحين بالمودرن، الديزاين مودرن وايد كذي. صح، نعم. زون كنا مطعم، زون كنا، صح، نعم بالستايل مودرن. نعم، يعني دائما الحين اي بيت ندخله لازم يكون في زاوية معينة لتحضير القهوة، تحسين فعلا هذه الزاوية تذكرك في كافيه معين، مثلا انت دائما تستمتعين لما تروحين هذا الكافيه تشربين عندهم القهوة. نصيحة أخيرة أستاذة شروق توجهينها لكل متابعينا في حلقة اليوم. نصيحة إن الواحد يروح لشخص مختص عشان يوفر وقت وجهد، ويكون في تناسق بين الألوان وتوزيع الأثاث، وإن شاء الله ما يخسر، يعني بدال ما يوفر يخسر. نعم، وموفقة إن شاء الله في عالم تصميم الديكور ومن هالأعلى، وإن شاء الله راح نكون على تواصل معك دائما في شاي الضحى. يعطيك العافية. إن شاء الله، مشكورين على الإضافة. شكرا لك، نورتينا. راح نكمل معاكم متابعينا فقراتنا في شاي الضحى، ودائما سوالفنا من خلال هذه الساعة تكون خاصة بكل سيدة قاعد تابعنا وكل أسرة، مواضيع كثيرة نحضرها لكم، والانطلاقة الجاية راح تكون مع فقرة مميزة مع الكاتبة والتنمية البشرية الأستاذة إيمان البزاز، وقصة جديدة فيها دعوة للإيجابية.